مين اكتر ممثل كنت مبسوط انت بتمثل قدامه؟ نجلاء بدر، انبسطت قوي معاها بصراحه. من وجهه نظر المشاهد، مين قتل عصام السرب؟ سؤال حلو بس مش هجاوب عليه. لا هو صعب نشك في حد معين، لان كل شويه المسلسل بيرمي الشك على حد مختلف. دورك كان رياضي، هل انت شخص رياضي في الحقيقه؟ انا بحب الرياضه قوي، كنت عايز اطلع لعيب كوره وانا صغير اصلا. هل عصام السرب شخصيه تستحق انها تتقتل؟ بص انا مش حاسس ان العقد هو الحل، يعني غير كده كنا كلنا قتلنا بعض، بس انا شايف ان كان رضوى ممكن تاخد حقها في القانون. هل في اي حاجات جديده شغاله عليها؟ خليها مفاجاه. حاجه بتحبها في شخصيتك وحاجه نفسك تغيرها؟ ان انا مجتهد وبفهم اللي قدامي بسهوله. حاجه نفسي اغيرها ان انا مش صبور، فعلى طول عايز حاجه تحصل، يعني اللي انا عايزه بحس ان عايزه يحصل دلوقتي. ايه اكتر دور لعبت مفضل ليك؟ وانا لعبت دورين يعني، بس لو هفضل واحد عن التاني هفضل صوت وصوره عن ديلا، لان صوت وصوره الشخصيه مختلفه تماما عنه. لو رجعت بالزمن تحب تشتغل مع مين من الممثلين زمان؟ يوسف وهبي. لو حبيت تلعب دور اي شخصيه تاريخيه في فيلم هيكون مين؟ صلاح الدين. لما بتاخد قرار بتمشي ورا عقلك ولا مشاعرك؟ الاثنين يعني، بس عقلي اكتر يعني. ايه دور في فيلم شبه شخصيتك؟ مش عارف فيلم معين، بس حاسس احمد عز عامه يعني، انا بحب اهزر كده يعني. لو تقدر ترجع للماضي حاجه تنصح نفسك بيها وانت صغير؟ اشتغل واجتهد واعمل الحاجه اللي انت بتحبها وحلمك هيتحقق يعني. ايه اكتر مقوله في فيلم اثرت فيك؟ ليوناردو دي كابريو في فيلم شاتر ايلاند في اخره قال جمله عجبتني قوي. لو كنت مخرج ايه فيلم نفسك تعمله؟ كيرة والجن. غلطة عملتها وعيلتك ما تعرفهاش. لا انا بقول كل حاجة لعيلتي يعني. أصدقاء الطفولة لسه في حياتك؟ عادة كانت في حياتك زمان وبطلتها. مفيش حاجة. إيه أكتر تحدي كان صعب بالنسبة لك واتغلبت عليه؟ إن أنا أخش مجال التمثيل إزاي؟ كان إيه حلم الطفولة؟ وأنا صغير كنت عايز ألعب لعيب كورة، وبعدين لما كبرت شوية بقى كنت عايز أركز أكتر في التمثيل. حققت كام في المية من أحلامك؟ لا نسبة قليلة. إيه أكتر لحظة في حياتك نفسك تعيشها تاني؟ ممكن تجمعات العيلة كلها، دي حاجة بتبسطك. دلوقتي كنت فاكر وأنت صغير إنك هتحقق اللي أنت حققته؟ لا خالص. لو ينفع تعيش في عصر قديم، إيه العصر اللي تحب تعيش فيه؟ السبعينات. إيه أكتر حاجة بتعملها في وقت فراغك؟ بلعب رياضة، بلعب كورة، بلعب بادل. أكتر نوع من الفنون بتحبه؟ التمثيل. ايه هي الموهبة والمهارة اللي الناس ما تعرفهاش عنك؟ ان انا بلعب كورة كويس، لدرجة ان انا كنت عايز ابقى لعيب كورة وانا صغير. هل بتجمع حاجات غريبة او حاجات ليها معنى مهمة بالنسبة لك؟ بحب احتفظ بالكتب بتاعة المدرسة زمان. بعد يوم شغل طويل ايه اكتر حاجة بتعملها عشان تريح اعصابك؟ اتفرج على مسلسل انا بحبه. ايه اكتر موهبة كان نفسك تكون عندك؟ ان انا يبقى صوتي حلو. هل لعبت دور شخصية وكان نفسك تكون دي شخصيتك في الحقيقة؟ دور عمر في ليلة كان شبه شخصيتي شوية. هل نفسك تمثل شخصيتك الحقيقية في فيلم؟ لا انا بحس ان الحلو ان الواحد يعمل حاجات مختلفة عنه يعني، بحس ده الحلو في التمثيل. لو تقدر تغير حياتك مع حد ليوم واحد، تحب تعيش حياة مين؟ ليوناردو دي كابريو. بتفكر في الماضي اكتر ولا بتتخيل المستقبل اكتر؟ الاثنين، بس مؤخرا بقيت احب اعيش اللحظه يعني دلوقتي. ايه اللي شدك في التمثيل في جمله واحده؟ ان الواحد بيعيش حياه حد تاني لفتره معينه. مين اكتر حد شجعك على التمثيل؟ اهلي. اول مره مثلت كان عندك كام سنه؟ كان عندي 20 سنه. كان ايه رد فعل اهلك لما اتجهت للتمثيل؟ قالوا لي دي حاجه مش مضمونه، فاعمل اللي انت بتحبه بس خلي بالك انك تخلي حاجه على جنب يعني. اول مشهد مثلته كنت خايف ولا متحمس؟ الاثنين. ايه اكتر حاجه بتحمسك في التمثيل؟ ان انا بعيش حياه حد تاني لفتره معينه. هل التمثيل كان حلمك وحققته؟ بس يعني كان على طول في مخي، بس عمري ما خدت الخطوه ان انا امثل غير قريب يعني. ايه اول حاجه بتبص عليها لما بيجي لك دور تمثل؟ ايه الحاجات اللي الشخصيه بتحبها؟ ايه الحاجات اللي بيكرهها؟ ايه الحاجات اللي شبه شخصيتي؟ دي كلها حاجات بتساعدني يعني احضر الشخصيه. ايه اكتر حاجه نفسك تطورها كممثل؟ ممكن ان انا بتكلم بسرعه شويه. ايه الحاجه اللي اتغيرت في شخصيتك لما بدات تمثل؟ بقيت حساس اكتر. احنا كده خلصنا.